السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عندنا اليوم قناة جديدة، محسن الماليزي. محسن مرتضى يقول لو خيروك تاكل ليمونة هي وقشرة لو بصل، خشوا برا ايش راح يصير. رجعنا وياكم. محسن راح ياكل ليمونة، يلا راح اكل ليمونة هي وقشرة. بسم الله. حبايب قلبي، يعني اوكي، اهم شيء اللايك والاشتراك بالقناة وعلى الجرس عم يوصلكم كل واحد مقطع جديد. حمضة هذا يعني من مرتضى، هاي التحدي والله. مرتضى اوكي، اشترك بالقناة حبيب قلبه. طلعت نص الليمون. تبي تخلص؟ هي يا مرتضى يا حلو حلو، خلينا نكمل. وكمل الليمون يا حبايب قلبي، ونشوف انا اطمس. هذا مرتضى يقول رجعنا وياكم، رجعنا وياكم مقطع جديد. اليوم تحدي لحسين. حسين يقول لو تاكل بوتيتي لو زين شعر. تعرف شو بيعمل؟ راح اكل بوتيتي. تعالوا يا شباب راح ناكل بوتيتي. شو اقول عليك يا مرتضى؟ مو حلو. تفاح بحالي. طيب شباب اوكي، اهم شيء اللايك والاشتراك بالقناه.